ازيكم يا حلوين، انا نهله ودي قناتي. هقدم لكم فيها افكار كتير من اعاده التدوير عشان تتعلمي تستفادي بكل حاجه عندك في البيت، وكمان هعلمك ازاي تنظمي وترتبي البيت وتعملي ديكورات باقل تكاليف. يلا اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه ولو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على كل عشان تستفادي مني بكل جديد. يلا بينا نروح على الفيديو، وبتمنى لكم مشاهده ممتعه. ازيكم يا حلوين، وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هو فيديو ان انا هغير فيه اللون بتاع غرفه نومي. زي ما انتم شايفين كده، لون بصراحه متعب جدا للعين ومتعب جدا للاعصاب. انا كنت لسه اخد الشقه دي من شهر 9 تقريبا، نقله فيها، هي شقه ايجار، بس بصراحه وقتها ما كانش ينفع ان انا اعمل التغييرات دي او الدهانات دي، لان انا وقتها كنت حامل، فريحه الدهانات دي بتبقى غلط على البيبي، فما كانش ينفع ان انا ادهنها. دهنتها الحمد لله بالفعل، وهتشوفوها في اخر الفيديو. بصوا، اول حاجه بدات ان انا امعجن اي فتحات موجوده في الحيطه، وطبعا الفتحات دي كانت فتحات بتاعه التكييف، فبدات ان انا اقفلها بالمعجون ومعجنتها وصنفرتها، واديت الغرفه اللون اللي انا عايزاه، وهو كان اللون الابيض. عايزه اقول لكم يا بنات، انا ما قدرتش ان انا اصور لكم وانا بدهن الغرفه بصراحه، لان انا مش هينفع ان انا اصور بالاسدال، هيتبهدل مني من الدهانات وكده. فهي موضوع سهل جدا، هي روله بتاخديها بتنزليها وتطلعيها كده على الحيطه، فالدهان بيبقى سهل معاكي جدا. وهقول لكم ان شاء الله في اخر الفيديو على او في الفيديو اللي جاي على الادوات اللي استخدمتها كلها في الدهان. بصوا هنا، بعد ما اديتها الدهان الابيض اللي انا عايزاه، في بقى حاجات كده في الحرف فوق في الحيطه، انا دي ما طلتهاش، فسبتها بصراحه لجوزي هو اللي خط كده بسيط كده، جوزي هو يعملها، لان انا بصراحه ما كنتش طايلها قوي، لان انا بعد ما استخدمت السلم طلعته عند باب الشقه، فكان صعب ان انا ارجعه تاني لان هو تقيل، فقلت خلاص بقى الحته الصغير دي ولما يبقى يجي من الشغل يبقى يعملها. طبعا الارض اتبهدلت لان انا للاسف ما فرشتش حاجه. ومن اصعب الحاجات يا بنات ان انت ممكن تغيري دهان مكان والخشب موجود فيه، لان انت كل ما بتيجي تدهني حاجه بتروحي تغطي قطع الخشب اللي موجوده دي. انا من الصعب ان انا افك الخشب بتاعه واطلعه بره عشان ادهن الاوضه، ودي كانت اصعب الحاجات اللي واجهتني وانا بدي دهان للأوضة. تمام، بس الحمد لله عدت على خير، وكل بقى ايه الحاجات بتاعت دهان البقايا الدهان دي اللي على الشباك كل في الارض، كل دي سهل التنظيف الحمد لله. الخشب ما جاش عليه حاجة، لان انا كنت ببقى مغطياه بالملايات، وحرك قطعة الاساس وبدهن وراها وبرجع ارجعها تاني. ده كان اصعب ما في الموضوع معايا. تمام، بس الحمد لله انا مبسوطة بالنتيجة، وانتوا تعالوا احكموا اهو بنفسكم بعد ما اتفرشت. بصوا شكلها اتغير تماما، هي الغرفه صغيره، بس انا حسيت لما اديتها اللون الابيض ده حسيت ان هي وسعت شويه. بس الحمد لله ولله الحمد، انا مبسوطه جدا من النتيجه. غيري في بيتك ولو تغيير بسيط جدا، هيفرق معاكي وهيفرق في نفسيتك. مش شرط ان انت تروحي تعملي ديكورات غاليه جدا بره والكلام الفاضي ده كله، لا، لمجرد ان انا غيرت اللون بس وحطيت الفرش القديم بتاعي رانرات والحاجات دي انا كنت عاملاها قبل كده، انا اللي عاملاها بايدي، ما اشتريتش حاجه، واتكلفت بس الدهانات. الستاير برضو اشتريت القماش، وريته لكم في فيديو مشتريات بالاسعار، وانا اللي عملت الستاره بنفسي فصلتها في البيت، هنزل لكم في فيديو برضو لتفصيل الستاره، سهل جدا للي عنده مكنه. بس كده، بصوا بقى هنا انا حطيت الديكور ده، بس ده مش اكيد ان انا مستقريه عليه، هشيله واحط حاجه ثانيه بداله، وهعملها من اعاده التدوير وهعملها معاكم فيديو. هنا كان عندي سريه نور، بس هي دلوقتي مش باينه قوي، انا عملتها ستاره نور بدل السريه، خليتها ستاره، وهصور لكم برده في اخر الفيديو او في الفيديو اللي جاي هصور لكم السريه دي وهي منوره عشان تعرفوا انا قصدي ايه. طبعا حطيت هنا على الكومودينو الصغير ده، حطيت اللي هي الحاجه بتاعت الركن بتاع الصاله. تمام، ودي كنا عاملينها برده قبل كده مع بعض في القناه السنه دي في ديكورات رمضان، رجعوا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. ودي كرتونه من اعاده التدوير. هنا بقى حطيت الميك اب بتاعي كده اهوت، بس بصراحه ده شكلي مش مستقرتش عليه نهائي، يعني الاخير كده كده لسه هجيب منظمات للميك اب او هعمل منظمات للميك اب، بس انا قلت ايه اخليه بقى كده ايه مؤقت، يعني بما ان انا فرشت الاوضه يعني فما سيبش السريحه او التسريحه بتاعتي فاضيه كده. بس كده، والكومزين تاني حطيت عليه البوت بتاع الزرع البلاستيك دوت. تمام، وبس كده، دي غرفه نومي بسيطه عملتها بنفسي وبايدي، وكنت مبسوطه جدا، ووفرت تمن الصنايعي او العامل اللي كان هيجي يديها لي وش نظافه، هو مش وش نظافه بقى، يديها لي لون تاني جديد.
عايزه اقول لكم اللون الازرق اللي انا دريته ده كان متعب جدا جدا وانا بدهنه، لاني كانت الغرفه دي اخدت مني 3 وشوش، يعني اخدت مني وش والتاني والتالت، وكانت كمان محتاجه ممكن رابع كمان. بس انا بصراحه كان الجردل او العبوه اللي انا كنت جايباها كانت عبوه كبيره بس هي كفت الاوضه تمام. وكانت محتاجه جردل تاني او عبوه اقل، بس بصراحه قلت خلاص بقى مش مشكله عشان ما اكلفش نفسي اكتر من كده، فهي حلوه كده وطالما اللون الداره والحيطه كده مش منطشه الحمد لله ولله الحمد. فقلت خلاص بقى مش لازم ان انا اجيب واحد تاني واكمل ايه الوش الرابع او الوش الخامس يعني. بس كده، ودي كانت غرفة نومي البسيطة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، متنسوش اللايك والشير. لو أول مرة بتشوفيني وبتشوفي قناتي ياريت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس على كل عشان أي حاجة أعملها يوصلك إشعار بيها. الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله فيها سلسلة تجديدات مش مكلفة خالص وهتعجبكم. أشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي، ومع السلامة.